بس لازم اقوله عشان ناس ليه ما كتير تقولوش؟ تسمع ردك. ليه تقولوا ليه؟ رحت بيراميدز عشان الطموح ولا عشان الفلوس؟ مع ان من حقك انا من وجهة نظر ان انت تعمل اللي انت عايزه. بص في الاخر عايز اقول لك النادي محترم، الناس موجودين فيه محترمين. زي ما انا قلت لك هو كان في الاخر ده قدر ربنا اللي انا كان اللي انا كنت كان هيحصل الموضوع ده، فلازم اكون متقبله. والاختيار كان صعب، وانا قلت قبل كده في الحلقه اختيار صعب 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 جدا، لكن هو خلاص قدر ربنا وده توفيق من عند ربنا يعني في الاولا واخيرا يعني. واكيد دايما ممكن ربنا يوديك لمكان معين عشان حاجه معينه تانية ليك تبقى خير، لكن هو في الاخر كل حياتك خير. لازم تتقبل الموضوع ده. باختصار لو شفت صورة الكابتن حسن شحاتة تقول له ايه؟ في كلمتين. في كلمتين؟ اه الكابتن حسن مش محتاج كلمتين، أكيد. محتاج كلام من هنا لبكره. اكيد الكابتن حسن من الناس اللي انا بحبها جدا، بعتبره يعني والدي، من الناس اللي انا بستريح وانا بكلمها، خدت معاه بطولات كتيره جدا من الناشئين، من منتخب شباب لغايه منتخب اول، احسن فتراتي غالبا معاه. مدرب من المدربين المحترمين جدا، مدربين كويسين جدا. لو هفضل اتكلم عليه من هنا لبكره مش هديله حقه. لو شفت صوره الكابتن محمود الخطيب هتقول له من الناس اللي انا عزيزه على قلبي، من الناس اللي بحبها، اللي كان نفسي اكون موجود معاه على طول، دايما بدعمه، دايما بحب اسال عليه. ودايما نقول على الكابتن خطيب يعني في ناس من اجيال اللي هي زمان ممكن تيجي تلعب دلوقتي، هو من الناس دي. انا اسالك في حوار دار ما بينك وبين الكابتن خطيب، انا عايزه في كلمه. لما رحت بيراميدز قال لك ايه؟ بامانه. لا هو قال لي بالتوفيق يا ابني وما حصلش حاجه يعني، يعني ما فيش حوار كبير، بس هو قال لي بالتوفيق وربنا يكرمك، هو مفيش حاجة حصلت أكتر من كده يعني. لكن تعاملنا مع بعض فترة بعديها لما أنا كنت موجود الثلاث شهور بعد ما حصل لنا، بس أنا كنت حاسس إن هو زعلان مني شوية، بس اتكلمنا وأنا قلت له ما تزعلش. لكن بعد كده كان موسيماني، مستر موسيماني جه، والشناوي كنا كان آخر غالبا ماتش ليا اللي هو ماتش الجيش، مش ناوي اتكلم كلام كويس وكده مستر موسيماني، وانا اتكلمت ساعتها وقلت لهم الحياه هتستمر بيا من غيري، الناس بطلت ولعيبه جامده بطلت في الاهلي، لكن هو النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي باسمه وبتاريخه.